اهلا بيكم وحلقه جديده من الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. ليله لولا التحكيم فيها لكان بالامكان افضل كثيرا مما كان. ذكريات نجم الساحلي في اوقات كتير معانا بتتعاد، ولكن مش هنفرط ابدا في الحلم مهما كان. مصرين، والاهم ان الهزيمه ان شاء الله هنتعلم منها حاجات كتير جدا، وهناخد بالنا اكتر من حاجات بتتعمل عشان تعطل مسيره النادي الاهلي. بالتاكيد يا فارس، اول هزيمه للنادي الاهلي تحت قياده رينيه فايلر، هزيمه تدخل فيها التحكيم بشكل كبير جدا. طبعا كره ايمن اشرف في الدقيقه 12 بتعرض للطرد، بتلعب خارج ملعبك وبتلعب ناقص لاعب. الموضوع ان الكره تماما اخرها لو اتحسبت فاول هتبقى انذار، لان عشان يكون في طرد مستحق لازم الكره تكون في حوزه اللاعب، لازم الكره تكون في اتجاه المرمى، لازم يكون اخر مدافع هو اللي عامل فاول. اذا افترضنا جدلا ان اخر مدافع هو ايمن اشرف، فالكره ما كانتش في حوزه اللاعب وما كانتش في اتجاه المرمى، وكان وارد جدا الكره تطول لانها كانت كره عاليه. احتكاك بسيط جدا، لو الحكم حب يحسبه فاول اقصى تقديرها انذار. عايزين نقول حاجه، هي لو فيها شك، لو اصلا اللعبه فيها شك، فاحنا بناكد زي ما قلنا مسار قانوناً. الكره قانونا بالزبط. ما كناش نعرف مسار الكره، ان اللاعب مش مسيطر عليها، كره مش اندر كنترول للاعب. وزي ما وضحنا دي هنا فيها شد وارد جدا من ايد اللاعب، ايمن اشرف بيشد اللاعب من ايده، وارد جدا، ولكن زي الكره ما مش حظ، الكره اصلا مش على الارض. بالظبط، يعني الكره اصلا مش على الارض. عشان تطبق الطرد اكيد لازم تكون الكره في حوزه اللاعب، لكن احنا اعتدنا مع النجم الساحلي على المواضيع دي من اول 2006، من اول 2007. محمد بركات مشدود من الشرطه تماما، بدل ما ياخد ركله جزاء ونتقدم هناك في سوسه، الحكم بيدي انذار، بيحرم، مش بس بيحرم النادي الاهلي من ركله جزاء في سوسه، لا ده كمان بيحرمنا من ان بركات يلعب مباراه العوده في القاهره. ومباراه العوده حدث ولا حرج، مباراه ارجونيه تماما تماما تماما، عدم احتساب ركلتين جزاء للنادي الاهلي، وتنتهي النتيجه 3-1 بعد ما كان النجم الساحلي سعيد بانه تعادل مع النادي الاهلي في سوسه. جه حقق الفوز في مصر، ده غير طبعا مباراه 2-1 اللي تزمنا فيها برضه في سوسه، طرد واضح جدا لبنجوره بعد تدخله القوي على علي معلول. والحقيقه التدخل القوي ده قدرنا هشام محمد وقتها لو تتذكروا خرج الكوره اوت، جاء منها هدف التقدم للنجم الساحلي. فعاده مباريات النجم الساحلي بيكون عليها مسار جدل تحكيم يا فارس. النهارده الحكم حتى وزنه لا يسمح، يعني حكم وزنه غريب جدا، حكم مش فيت ضعيف جدا لاداره المباراه، حكم مجهول بالنسبه لنا، وكان الحكم جاء لشكل معين والقرارات معينه. الاغرب كمان ان القرارات نفسها انت ما تحسش الحكم، مش الحكم موحد معياره. كوره بتتحسب هنا فاول، مثيله ليها ما بتتحسبش. الحكم واضح جدا جدا جدا، كعاده الاهلي مع التحكيم الافريقي في السنوات الاخيره، وتحديدا في تونس، وتحديدا في تونس، هو السبب الاول لايقاف النادي الاهلي عن انتصاراته. نقدر نراجع بالذاكره مباريات الاهلي الكتيره جدا في تونس اللي حقق فيها نتائج سلبيه، دايما هنلاقي التحكيم عامل مشترك. حتى الترجي ايد انرامو الشهيره، واحداث كتيره جدا لها علاقه، الناس بتتكلم دايما في ايد انرامو، ده ايد انرامو الحكم اصلا تم شطبه مدى الحياه بعد كده، لان حكم في قرار تاني كان مهم في المباراه لان ايوه هي الطرد، لان الناس بتتعامل ان اصل في العوده كان في هدف، في شك، في الفضل. القصه مش كده، دايما النادي الاهلي وكان معروف ان هو ليه رياده على الانديه التونسيه، فبيتم محاوله ايقاف احمد باشكال عديده جدا جدا جدا. نتمنى نتخطى الكواليس دي وقادرين ان شاء الله. وانا وجهه نظري انا او تصورت ان البطوله دي تقريبا دوري المجموعات شبيه بما بداناه في 2006 امام الصفاقسي التونسي، تهزمنا برضه بهدف للا شيء، وجينا هنا عوضنا امام شبيبه القبائل. ان شاء الله عندنا مباراه مهمه جدا 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 مع الهلال السوداني، ان شاء الله ننتصر فيها. الهلال فاز على بلاتينيوم 2-1 2-1 وبالظبط ننتصر فيها ان شاء الله، وهتبقى المنافسه في السكه دي. لو احنا كسبنا ان شاء الله الهلال، فاعتقد هيبقى المنافسه على اللي بيصعد مع النادي الاهلي بين النجم والهلال. النجم النهارده احنا كنا ممكن، كان لنا الاستحواذ الاعلى، عدد التمريرات الاعلى، الاوفر هاند للنادي الاهلي، كان حتى التغييرات اللي لعب بيها فايلر كان عايز يمسك الكوره، كان عايز يكسب في تونس، لكن يستغل المستوى الفني للنجم ولسه مع بدايه